طبعا علاقة المرأة بزوجها علاقة جدا قدسية، لكن في بعض النساء تخجل من زوجها وهذا اللي يفسد حياتها ويخليها تتعكر شوي ويخلي ما في صفو بينهم. صحيح رندا، مع الأسف الشديد في بعض السيدات ويمكن حتى في بعض الرجال في العلاقة الزوجية الحميمة ما بيصارحوا بعض، يعني ما تجي هي تتكلم تقول إيش تبغى منه أو إيش اللي مضايقها منه، ونفس الشيء هو في المقابل ما يجي يقول إيش يبغى منه وإيش مضايقها منه، فبالتالي بيلجؤوا لأشياء وأساليب تانية أخرى ممكن تزعل أو تضايق الطرف الآخر. لكن إحنا عشان نتكلم ده عن الموضوع بشكل أكبر وأعمق معنا عبر الأقمار الصناعية من جدة الدكتورة زهرة المعبي. أهلا بك دكتورة زهرة. هلا مرحبا، أهلا وسهلا. هلا يا غزل. أهلا وسهلا دكتورة زهرة. إلى أي مدى ممكن الخجل اللي يكون بين الزوجين سواء من ناحية الزوجة أو من ناحية الزوج يأثر على علاقتهم الزوجية الحميمة تحديدا؟ أولا شوفي كلمة الخجل هذه يعني قد تكون واردة بس ما هي مطلوبة ولا هي مرغوبة، وفي فرق كبير بينها وبين الحياء. يعني الأنثى بطبعها يعني يكون فيها طبع الحياء، ولما تكون يعني إنسانة كده فيها اللمسة هذه تكون أكثر رقة وأكثر عذوبة وأكثر أنوثة. لكن الخجل اللي أنتم بتتكلموا عنه، الخجل الجنسي والخجل في العلاقة الحميمية، صحيح هذا ما هو مطلوب، لكن في نفس الوقت لا أنا ولا أنتم ولا أحد في الدنيا هذه يعني يقدر يحل المشكلة هذه. ليه؟ لأنهم هم الاثنين اللي بيقعدوا مع بعضهم ويتقفل عليهم باب هم يحلوا مشكلتهم. صحيح. بنفسهم. صحيح. فكلمة الخجل هذه طبعا أكيد بتذوب وبتتلاشى مع الوقت ومع الأيام. نعم ما نقول يمكن في الأيام الأولى، في الأشهر الأولى، في السنين الأولى إيه، ولكن مع الوقت ومع الأيام اجلسوا مع بعضهم يتفاهموا مع بعضهم، أنا نفسي في إيه وإنت نفسك في إيه، وإحنا ليه ما نتقابل في نقطة معينة وليه ما يعني نكون قريبين من بعض من هذه الناحية. طبعا هو على الغالب الرجل اللي يكون مبادر في هذا الموضوع. نعم. لأنه لو بادر في الكلام هذا، لأنه قل ما تلاقي رجل يطبق عليه أو الخجل الجنسي، لكن المرأة بطبعها إنسانة حساسة ورقيقة وما هي مجربة وتستحي يعني. في أحيانا كمان في خجل جنسي بيصير بس متى يعني بعد 20 سنة مثلا من الزواج، تقولوا كيف ما كانت كده، ايوه ما كانت كده. تكون لا يعني الله يشفيني ويشفيكم ويشفي جميع مرضى المسلمين، يكون جاها كانسر شالوا لها الصدر فتخجل انه يشوف جسمها، او تكون مع الحمل والولاده اترهل جسمها برضه تخجل فتلاقيه ما تحب انه يشوفها ويتاملها. طب ليه هو ما يخجل؟ اضافه الى كثير من الترهلات. لازم تحرجوني يعني بعد الكلام يا غزل. يعني انت يعني تبغي المراه تخجل لما تكون حامل ولدت ومثلا صار عندها ستريتش مارك ودي الاشياء، وهو عادي ياكل رز وكبسه ويصير عنده كرش وما يخجل كيف؟ لا ما يعني هو طبعه يمكن جسمه كده، لكن احنا نكلمه من ناحيه ثانيه. هي لو تتكلم كيف هو جسمه كده من ناحيه صحته من ناحيه رشاقته يعني من ناحيه مع الرجال يعني كيف هو جسمه كده؟ لا يعني هو مثلا يكونوا متزوجين هم صغار هو جسمه حلو وسمبتي وجسمه حلو وسمبتي، لانه رجالنا احنا قابلينهم. شوفي اسمع شوفي يا غزل يا منافقة، انا حبيتك دكتوره، انا احبك من اول اصلا. قابلينهم كلنا. ايوه انت كمان يا رندا. طيب يا حبيبتي الشديد يا ام زهره، من هذه المشاغبه قولي اللي عندك. غزل غزل مصره. طيب ام زهره، احنا عندنا السيدات لما تيجي مثلا تبغى تصارح زوجها باي حاجه في العلاقه الزوجيه على طول تتوجه لها من جد اصابع الاتهام. انت من فين عرفتي؟ حتى لو كانت مثلا تقرا او مثلا تتصفح عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي او عن طريق الانترنت، الثقافه دي الجنسيه الزوجية صارت متاحة وموجودة. لما عندنا ثقافة لما تجي الزوجة تسأل زوجها أو تطلب منه طلب، أول سؤال رح يسأله هو من فين عرفتي؟ مش من حقك أنك
انت تعرفي الشيء ده، انا فقط لي الحد انه انا اعرف، وبرضه ما تساليني من فين انا عرفت بالضبط. فليش احنا، لانه المراه دائما مهاجمه، دائما متهمه. اكيد انا صح. انا شوفي ابغى اسمع اسرع، اقول لك انت تركتي النقطه الحساسه اللي هي في الازمه هذه، انه المراه لما يعني تيجي تبغى تعمل حركات او تبغى تكون تبادر باشياء حميميه لطيفه جميله، بالزبط. تولع شموع، تعمل مدري، تعمل حركات كده في نفسها وكده، تعمل اجواء، فهو طبعا يعني مو هذا طبعها ولا هي يعني هذه حقيقتها، فيبدا يعني يسالها يقول لها كيف عرفتي هذا الكلام اللي انت بتقوليه، كيف مش عارفه الحركه هذه من فين عرفتيها، من فين معناته، يا اما طبعا يا اما ايوه يا اما لا مؤاخذه يعني اتهمها بالخيانه او انه احد علمها او انها يعني لجأت الى الاشياء الغير مباحه اللي هي تطلع مثلا على مقاطع افلام مرتبطه بعدم التربيه بالآداب وشغلات هذه، طبعا معروف انها. طيب دكتورة خليني أسألك، طب أنا أبغى أقول لكم على حاجة. نحن لما في مراكزنا، عندنا في مراكز الاستشارات، لما تجيني واحدة وتقول لي أنا عروسة لي شهرين لي ثلاثة شهور، والرجال ما يعني مرة ما ولا في حالي ولا يقربها ولا شيء، قد يكون في شيء من الخجل بينه وبينها. أقول لها طب أنت سويتي كده، تقول إيوه، طب أنت عملتي كده، يعني الحاجات العادية اللي بيعملوها المتزوجين. أقول يعني أنت بتلبسي، أنت بتعمل، اللي هو نداءاتي أنا اللي وأنا أنادي للبنات والمتزوجات خاصة حديثات العهد بالزواج، لسه عروسة هذه، فقلت بسوي كده، طب اعمل كده، لا يعني لقيتها اني بتقولي الا كل هذا انا بسوي، لا اله الا الله. طب وبعدين تقول ساعة ما يجي الدين وقفها وينام، طب ينام كيف، دي عروسه قمر زي الحلاوه جنبه، يعني مو شايفها ورده مفتحه سبحان الله. فايش اللي انا اديتها شويه تعليمات، تعليمات البسيطه اللي هي يعني تضع لها مفاتيح للعلاقة الحميمية هذه، مسكها كده وجلسها قال لها انت كيف عرفتي هذا الشيء، انت فين عرفتي هذا الموضوع، انت ايش عرفتي نقاط القوة والضعف عندي، ايش اللي فهمك. من كتر هي طبعا ما ارتبكت قالت له انا رحت عند فلانة والدكتورة فلانة قالت لي كده، قالت لي لحد ما هدأ وسكت، قال يعني جات في الجلسة الثانية، قلت لها كوني مبادرة، مو احنا دائما نقول للرجال هو المبادر، انت خليك المبادرة هذه المرة. عمرك ما قلت الرجال مبادر، اكسروا عمرك يا ام زهرة ما قلت الرجال مبادر، انت دائما تبغينا احنا اللي نبادر واحنا اللي نسوي كل شيء. عيد الحلقة، اسألي رندا، انا ما قلت الرجال هو مبادر؟ صحيح قلتي. بالله انا ما قلت هو عادة المبادر. بس دكتورة خليني اسألك، لانه دائما ضد الرجل، فأنا خليني أسألك، بما أنه إحنا نسمع عن خيانات كثيرة زوجية، صدعتني هذه غزل، والله طيب. ما خلص خلينا ناخذها على جنب شوي غزل، بما أنه نسمع كثير في خيانات زوجية دكتورة، ممكن يكون هذا أحسن. أحد من أسبابها إيوة يكون سبب من الأسباب هذه، بس يعني أنا ما يعني الرجال بطبعهم يعني ما تقدري يعني ما تقدري تحسي انهم خونه، ما يحسسوكي ما يوصلوكي لهذه المرحله الا اذا حس بالملل، الا اذا حس بالملل من المراه اللي معاه. اما اذا العلاقه الحميمه بينهم اليفه ووديعه وجميله ورائعه والزوجه بتبادلوا نفس الشعور ونفس الاحاسيس، عمره ما راح يحسسها انه زوج خائن او رجال خائن. نعم بس دكتوره يمكن اللي ينقصنا الصراحه بين الزوجين، العلاقه حميميه جميله، اسمحي لي، لو كانوا على علاقه حميميه جميله ورائعه فيما بينهم وفجاه تغير، هنا هي تبدا تقول تشك، تقول ها اكيد في ان في وحده كمان واخواتها كلهم، تجيب العيله وترصهم كلهم. صحيح. شو كيف تطول فيا؟ شايفاكي.
لا تزغري فيا. لا يا دكتورة زهرة الكلام. لا مو قصة معجبة والله. للأسف الشديد يا دكتورة زهرة عشان موضوع الصراحة ما في صراحة بين المتزوجين. صحيح. أو ما حقول الكل بس أغلب المتزوجين ما في بينهم صراحة. صحيح. لما الواحدة مثلا تكون متزوجة عمرها 18 و19 سنة ما يعني ما درست ما شافت ما عرفت طبيعي أنها حتدخل وأنها تتزوج ما حتعرف حاجة. لو في يوم من الأيام فكرت أنها تطلع أو حتى تبادر أو حتى تتكلم كلمة على طول رح تتوجه أصابع الاتهام أنت من فين عرفتي. ولو في المقابل برضو نفس الشيء لما تجي مثلا هي تقول لزوجها أنا أبغى منك شيء هو ما يقبل رجولته ما تسمح له أنه تيجي مرأة توجهه في العلاقة الزوجية وتقول له أنا أبغاك تسوي كده. ليه إحنا ما عندنا ثقافة زي مالك زي ما عليك زي ما أنت تبغى مني أشياء أنا كمان في المقابل أبغى منك أشياء. ثقافة الرجل الشرقي وليس السعودي فقط ما يتقبل أنه في مرأة توجهه في العلاقة الزوجية. أتوقع أنا صح. أيوة طبعا هذا وارد. ما في مرأة توجه الرجل في هذه العلاقة الحميمية. ليه؟ نعم. معنى الحميمية بين المرأة وزوجها تطلب منه بينهم هم الاثنين يا أمي. إيش قلنا يغلب عليها الحياء يغلب عليها الأدب يغلب عليها الخجل ولا يزال الرجل هذا عالم لحاله. فهي يعني لما تكون قريبة منه ممكن بالكلام الحلو بأثناء المدعبة أثناء الكلام الحميمي أثناء الكلام الغزل كده الكلمات الوديعية والله يعني تنسل له كلمة كلمتين. طب بلاش اليوم هنا خلينا نخرج كده يعني هذه بداية التغييرات. نروح فندق نروح ما أعرف إيه نسافر. فكثير من الزوجات يكلموني أيوة يكلموني يقولوا لي إحنا في السفر حاجة تانية. الرجال حتى هو نفسه نفسيته تتغير تغيرت. أما داخل البيت وداخل البلد فهو أيوة متحفز وشغلة زي كده. يعني يا دكتورة زهرة لو أبغى يعني الجو لازم أسافر نحاول بين وقت وقت لما الوحدة تبغى زوجها يكون معاها في العلاقة الزوجية كويس لازم تسافر. طب واللي ما عنده فلوس لا يعني اعملوا جو يعني انت تولع له شو ما يجي يطفيها كمان انت لما تهيئي لهم انت مره سوداويه ترى كانوا زمان لكن دحين لا بالعكس هو اللي يشتري الشموع الا انا اذكر صديقتي الله يرحمها جبت لها انا شموع هديه ولعتها قام طفا هو دكتوره خليني اقول لك هم لازم يعني لازم النساء تبادر في اي حاجه لازم يكون في حوار بين الزوجين. يمكن مشكلتنا دكتوره بالحياه هذه كلها بين الازواج انه ما في حوار ما في رندا سمي رندا سمي رندا بدات المراه تعمل إشارات وتلميحات وحركات وتشتري أشياء ممكن وعندما تصرح. ما شاء الله المحلات التجارية بتأمل لهم وتصريحات وتلميحات والشياكة واللبس والأناقة وإلى آخره فكل الأشياء بيعملوها يعني هو ما تدخل أنا بتكلم عن المفتوح إيش بيعملوا لا تتكلم عن المفتوح دكتور الحاجات لما بتجيني لا هو جميع في البنات انما الان هم يبغوا يجددوا في حياتهم يبغوا يتجددوا يبغوا يحافظوا على رجالهم هو دكتوره لازم في تغيير ما يقدر يحافظ على زوجها الروتين وعلى والملل دكتوره هو اللي يخلق المشاكل بين الازواج علشان كذا لازم نكسر الروتين بيننا دائما يعطيكي الف عافيه دكتوره شكرا لتواجدك معنا اليوم أنا يعطيكي ألف عافية دكتورة. لخصناها مع الدكتورة غزل أنه لازم يكون في حوار بين الأزواج صحيح وفي صراحة لازم يكون في صراحة ما قد يعني كل المشاكل تبدأ من هالنقطة لازم يكون في حوار. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجع من جديد.